دلوقتي بقى نبتدي في اهم جزء في المحاضره دي، هو ازاي ان احنا نستغل الكاركترستكس احنا شفناها في اللينياريتي والتايم انفاريانس عشان نبسط على نفسينا الحل بتاع اللينير تايم انفاريانس سيستم. لو انا عندي سيستم دلوقتي وعايز اعرف الاوتبوت بتاعه بيساوي كام بطريقه مبسطه، وعايز ابريدكت او عايز اكاركترايز السيستم بتاعتي بطريقه مبسطه، اوكي؟ فدلوقتي عايز استعمل انا الكاركترستكس دي علشان اشوف الكلام ده بيحصل ازاي. فبيسكلي يعني الكلام ده بيستغل حاجه لطيفه جدا، ان انا بيسكلي ان الانبوت ده لو احنا خدنا الانبوت بتاعنا ده وعملنا له ريبريزنتيشن ان تيرمز اوف كومبينيشنز اوف سيجنلز فور ويتش وي نو ذا ريسبونس، ممكن بقى نستعمل السوبر بوزيشن والتايم انفاريانس عشان نحسب الاوتبوت لاي انبوت من النوع دوت في اي وقت. ازاي؟ لو انا فرضا انا بس كل المعلومه اللي انا مديها لك على عشان السيستم بتاعنا ان واي بتساوي اس اوف اكس، يعني الاوتبوت لما بيكون في انبوت بيساوي اكس هو نفسه بيساوي واي. طب لو فرضا انا اديتك بقى انبوت معقد شويه عباره عن سميشن ل ديفرنت ديليد فيرجنز من الاكس، وكل واحده الامبليتيود بتاعها اي كي، اوكي؟ عايز اعرف الريسبونس عباره عن ايه. لو احنا بصينا على الايكويشن دي، الاوبريتور بتاع السيستم بتاعنا اللي هو الموجود عندنا دوت، الاوبريتور دوت ده لينير. لينير معناه ان هو ممكن ندخله جوه، لو احنا بنتكلم ان احنا اسيومنج لينيارتي، يبقى معنى كده ممكن اخلي الاس دي تعدي جوه السميشن، لان السميشن ده طبعا لينير، اوكي؟ فاحطه هنا يبقى موجود هنا عند الاس عند الاكس على طول. فمعنى كده ان اللينياريتي تسمح لي ان انا طالما عندي مجموعه من الانبوتس، اوكي، يعني مجموعين زائد بعض، الريسبونس بتاعهم هيساوي المجموع بتاع الريسبونس بتاع الانديفيديوال انبوتس زي ما احنا قلنا في الكونديشن بتاع اللينياريتي. فالنقله دي جايه لي من اللينياريتي. طب دلوقتي انا عندي الريسبونس او سيستم ريسبونس لاكس شيفتد بتاو كي، ده هيساوي كام؟ لو السيستم بتاعي تايم انفاريانت يبقى ممكن ان انا ابسط على نفسي برضو، ان انا عارف ان انا وانس ان الانبوت بتاعي كان شيفت بتاو كي يبقى الاوتبوت بتاعي هيبقى شيفت بنفس التاو كي بالظبط. فممكن على طول اوصل للحل بتاعي باستعمال التايم انفاريانس ان هو بيساوي سميشن اي كي واي اوف تي ماينس تاو كي. طبعا دي بسطت علينا كتير جدا جدا. وناخد بالنا في حاجه مهمه جدا، ان احنا لو كان اي واحده من الكونديشنز بتاع اللينياريتي او بتاع التايم انفاريانس مش موجودين ما اقدرش اعمل الكلام ده. طب دلوقتي خلينا ناخد مثال تاني، بدل السميشن هنا حطيت انتجريشن. طبعا الانتجريشن هو يعتبر الاي كونتينوس تايم فورم اوف السميشن دوت، اوكي؟ فلو عندي انتجريشن، وانتجريشن ده برضه لينير اوبريتور، جي اوف تاو اكس اوف تي ماينس تاو دي تاو، نفس الكلام بالظبط، الاس ده لينير اوبريتور از فانكشن اوف تي، اوكي؟ فممكن اقوم مدخله هنا في الجزء اللي هو جوه ده، لان هو السميشن نفسه او الانتجريشن نفسه ما هوش يفرق. ممكن اعمل اكستشينجنج للاوردر بتاع السيستم اوبريتور والانتجريشن، اوكي؟ والجي اوف تاو اصلا مش فانكشن في تايم، يعني ممكن اعتبرها انها كونستنت زي الاي كي بالظبط، ما فيش اي اختلاف. فمعنى كده ممكن ادخل برضو هنا الاوبريتور بتاعي يبقى بيابلاي على طول على اكس اوف تي ناقص تاو، اوكي؟ طبعا يعني هي دي نفس الكلام برضو، ده كونسيكونس بتاع اللينيارتي زي فوق بالظبط، ما فيش اي اختلاف. نفس الكلام لو عندي s of x of t ناقص تاو، اهي ده عندي سيستم بتاع يعني سيستم برضو فيه الانبوت بتاعه عباره عن shifted version من الايه او delayed version من الانبوت. لو انا بفترض ان السيستم بتاعي ده time invariant يبقى معنى كده اقدر احسب الريسبونس على طول هو عباره عن y of t minus tau. فممكن احصل على الشكل اللطيف ده اللي احنا هنتكلم عليه بعد شويه صغيرين، نقول عليه يعني هنديله فورم معينه كده عشان نقدر ان احنا نستعمله او عشان نقدر ان احنا نتكلم عليه. فيعني ببساطه قدرنا نحسب الانبوت بتاع الاوتبوت بتاعنا بيساوي كام جيفن معلومه واحده بس، هي الانبوت لما يكون انبوت بيساوي اكس اوف تي الواي بيساوي واي اوف تي. كل حاجه بعد كده عملت لها ديريفيشن ان تيرمز اوف المعلومه الواحده اللي انا ايه اللي انا كنت واخدها ك يعني ابريوري انفورميشن ابريوري انفورميشن، ودلاله ان السيستم بتاعي ده معروف ان هو لينير وتايم انفاريانت، اوكي؟ بعد كده بقى نبتدي نتكلم على how to use the property دي اللي هي الكيس بتاعت اللينير تايم انفاريانت سيستم دي، ونحاول ان احنا بقى نلاقي characterization للسيستم يساعدنا بقى ان احنا نقدر ندسكرايب اي input الاوتبوت بتاعها يساوي كام. عشان نفهم دي اكتر شويه، يعني هن apply السوبر بوزيشن والتايم انفاريانس في مثال بسيط جدا. لو انا فرضا يعني المعلومه اللي كانت عندي ان انا لما بدخل يو اوف تي اللي هي يونت ستيب فانكشن، الاوتبوت بتاعي بيبقى شكله عامل كده اللي هو الشكل اللي باللون الازرق ده. طب دلوقتي انا عايز اعرف الريسبونس لانبوت عباره عن يو اوف تي
ناقص يو اوف تي ناقص 2. ده عباره عن كومبينيشن من ايه؟ من الاوتبوت الانبوت الاصلي اللي انا كنت مدخله وشيفتد فيرجن منه بمقدار 2. اوكي؟ طبعا هستعمل بقى السوبر بوزيشن وهستعمل التايم انفاريانس عشان احنا نقول ايه؟ نقول الكلام ده بيساوي كام. فبدايه لما ابص على الايكويشن دي من لينياريتي معناها ان انا الاوتبوت او الريسبونس للمجموع بتاع الاثنين دول اوكي هو الريسبونس بتاع دي لوحديها زائد الريسبونس بتاع دي لوحديها اوكي او ناقص يعني ما صح اوكي. فمعنى كده ان انا بشوف الريسبونس ده بيساوي كام، ده يطلع بيساوي كام، بيساوي نفس اللي هو الحاجه اللي انا كنت مدخلها في الانبوت بتاعي. طب الريسبونس دي بيساوي كام بقى؟ الريسبونس بتاع دي نقدر نجيبه من ان احنا نفترض التايم انفيرينس، لو السيستم بتاعي كان تايم انفيرينت يبقى معنى كده انا ابقى عارف ان الريسبونس بتاعي بتاع يو اوف تي ناقص 2 هو نفس الريسبونس ده بالظبط بس شيفتد ب 2. اوكي؟ يعني معنى كده الريسبونس ده عباره عن حاجه متاخره ب 2 كده، يعني تبتدي من هنا وتمشي بنفس الشكل زي ما كانت هنا ماشيه بالظبط. طبعا هنا عشان في نيجاتيف ساين يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو هيبقى نفس الاشاره بالظبط، نفس السيجنال بالظبط، بس ايه؟ بس بالنيجاتيف ساين. الريسبونس بتاع المجموع بتاع الاثنين دول هو عباره عن الريسبونس بتاع الريسبونس ده زائد الريسبونس الثاني ده، الريسبونس بتاع يو اوف تي اللي هو اللي موجود عندي هنا ده زائد الريسبونس بتاع ناقص يو اوف تي ناقص 2، فيطلع حاجه بالشكل اللي احنا حاطينه عندنا هنا ده.